شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما مضى حول الحركة اليهودية في التاريخ، وقلنا إن هذه الحركة اتخذت في كثير من المقاطع التاريخية، اتخذت القوة وسيلة للظلم والفساد، ولكنها غفلت أو تغافلت عن سنن الله التي تحكم حركة التاريخ، والتي تقضي بأن الحركة
الإفسادية مصيرها الزوال والانهيار. أما في هذا اليوم فنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن سؤال مهم، وهذا السؤال هو أنه ما هي الوظيفة وماذا يجب علينا أن نعمل؟ هذا السؤال ينبغي على المؤمن أن يطرحه على نفسه أمام جميع الأحداث، لا فقط في الأحداث الكبرى، وإنما حتى في الأحداث الصغيرة. الإنسان عندما يسمع بشيء أو ينظر إلى شيء ينبغي أن يبحث هل هنالك وظيفة شرعية علي أم لا. إذا واحد رأى امرأة متبرجة في الشارع، مرة يمر على هذا الحدث مرورا عاديا، يعني أصبح هذا الشيء شيئا معتادا في حياتنا، لا يحرك فينا تفكرا أو تساؤلا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الإنسان عندما رأى هذه المرأة المتبرجة يتأثر، لأن الحرمة الإلهية تنتهك بهذا العمل، ويكتفي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا موقف آخر. الموقف الثالث أن الإنسان يفكر، هل أتمكن أن أعمل شيئاً تجاه هذه الظاهرة أو ما أتمكن؟ أتمكن أن أكتب كتابا حول الحجاب أو ما أتمكن؟ إذا حقيقة ما أتمكن، أتمكن أن أطبع كتابا حول الحجاب أو ما أتمكن؟ إذا حقيقة ما أتمكن أن أقوم بهذا العمل، أتمكن أن أكلم شخصا حتى يطبع كتابا حول الحجاب أو ينشر شريطا حول الحجاب أو ما أتمكن؟ هذه وظيفة شرعية، وطرفنا هو الله سبحانه وتعالى العالم بالأمور، العالم بالبواطن. أنا غدا الله تعالى يسألني هذا منكر، لماذا لم تصنع شيئا أمام هذا المنكر؟ إذا واقعا ما كنت أتمكن، أنا معذور عند الله سبحانه وتعالى. إذا واقعا كنت أتمكن، أنا مؤاخذ أمام الله تعالى. إذا واحد يشك أنه يتمكن أو لا يتمكن، أنا يجي مني شيء أو ما يجي مني شيء، يجب عليه الفحص. راجعوا ما ذكره علماء الأصول في بحث القدرة
علماء الأصول يقولون الإنسان إذا شك في القدرة وعدم القدرة يجب عليه الفحص، ويجب عليه التفتيش، ويجب عليه التفكير أنه يتمكن أو ما يتمكن. هذه الحالة من نتائج الإيمان، من نتائج الاعتقاد العميق بالله، من نتائج الاعتقاد بالآخرة وبالقيامة، أن الإنسان أمام الأحداث يفكر يجي مني شيء أو لا، أنا موظف بشيء وظيفة شرعية أو لا، أنا قادر أم لا. هذه الحالة بشكل كلي وبشكل عام ينبغي علينا نحن المؤمنين أن ننميها في أنفسنا. نعود إلى السؤال، ما هي الوظيفة؟ وهل هنالك وظيفة أو لا؟ الوظائف التي علينا نحن المؤمنين على نوعين. النوع الأول وظائف قريبة المدى، يعني وظائف آنية، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وظائف بعيدة المدى، نحن في الوقت الذي نفكر، وهذه نقطة مهمة في وصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن لازلنا نعيش أيامه، عندما معاوية طلب من ضرار أن يصف عليا صلوات الله عليه، قال كان والله بعيد المدى. الأمور الآنية، العلاجات الآنية جيدة وضرورية، ولكن في الوقت الذي يفكر الإنسان في العلاج الآني يجب أن يفكر في العلاج البعيد المدى. أكو هنالك مريض، هذا المريض مبتلى بالرشح، مبتلى بالاستبراد، تمرض مرة مرتين ثلاث مرات، أكو هنالك حل آني وهو أن نعطيه حبة مسكنة، جيد. ولكن هذا المريض لماذا يبتلى بهذا المرض؟ أكو بعض الأفراد يتعرضون لهذه الحالة باستمرار. إحنا لا يمكن أن نفكر فقط في العلاج الآني، أنه دائما اليوم تمرض نعطيه حبة، بكرة تمرض نعطيه حبة ثانية، بعد بكرة أيضا يتمرض، في اليوم الرابع أيضا يتمرض. هذا المريض لماذا ابتلي بهذه الحالة؟ هذا المريض يعاني من ضعف البنية. الإنسان إذا صارت بنيته ضعيفة كل يوم يتمرض، ففي الوقت الذي يفكر الطبيب في العلاج الآني، ولكن يجب أن يفكر في العلاج المستقبلي، ربما هذا العلاج يطول عاميا إلى أن هذا المريض يخرج من هذه الحالة. نحن تجاه هذه القضية وتجاه جميع القضايا، في الوقت الذي نفكر في العلاج الآني، والعلاج الآني علاج عاطفي،
علاج اندفاعي. في الوقت ذاته يجب على الإنسان أن يرجع إلى العقل ويفكر في حل المشكلة من جذورها. نعود إلى السؤال مرة ثانية: ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هنالك أمران، ولعل هذه الآيات المباركات التي تناولت قضية الحركة اليهودية تشير إلى هذين الأمرين. الأمر الأول: العودة إلى قيم القرآن. الله تعالى في هذه الآيات بعد طرح قضية اليهود مباشرة يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. العودة إلى قيم القرآن، العودة إلى القيم الإلهية، هذا مهم جدا في علاج هذه الحالة وفي علاج بقية الحالات. إذا إحنا ما عدنا إلى قيم الله تعالى، هذه القضية سوف تبقى وبقية القضايا سوف تبقى. العلاجات الآنية جيدة كثير منها، ضرورية كثير منها، ولكن مو حل المشكلة، مجرد مسكن مو أكثر منها. الحل الحقيقي العودة إلى قيم القرآن الكريم. ما هي هذه القيم؟ الإنسان يجب أن يقرأ القرآن، الإنسان يجب أن يتأمل آيات القرآن. من جملة هذه القيم القيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نحن المسلمين ابتلينا بالابتعاد عن هذه الآية الكريمة: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في وصيته: الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. الأمة الإسلامية كم فيها؟ ملياران، ربما مليار ونصف ربما. هذا العدد الكبير، ولكن في كثير من البلاد هذا العملاق مقيد. العملاق المقيد هل يستطيع أن يعمل شيئا؟ أكو هنالك بطل صارع الأبطال وصرعهم، ولكن أخذوا هذا البطل، قيدوا يديه وقيدوا رجليه وألقوه أرضا، هذا بعد يجي منه شيء، بعد ما يتمكن. ربما تأتي فار
صار كما في القضية المعروفة تأتي وتقرض أصابع هذا البطل، والبطل واقع لا يستطيع أن يعمل شيء لأنه بطل مقيد، لأن الآصار والأغلال في يديه ورجليه ما يتمكن يسوي شيء. ربما هذا البطل المقيد تأتي هنالك نملة وتعض هذا الإنسان ولا يستطيع أن يعمل شيء. الأمة الإسلامية الآن صاير لها سنوات طويلة مقيدة لا تتمكن أن تعمل شيء. الأمة الإسلامية المقيدة إذا ارتفعت هذه القيود، هذه الأمة تصنع المعجزات. هذه قيمة من قيم الله سبحانه وتعالى، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إحنا في كثير من البلاد كل خطوة نريد أن نقوم بها مقيدين، واحد يخاف ما يتمك. في البلد المجاور ربما أكو 20 مليون إنسان ولكن كلهم مقيدون، يتمكنون أن يعملوا شيئا ما يتمكن، لأنهم يخافون، لأن هنالك من قيدهم. إذا مليار مسلم كانوا أحرار، ما كانت أمامهم قيود، ما كانت أمامهم حدود، حقيقة كانوا يصنعون المعاجز. هذه قضية إذا ما حلت جميع الحلول الآنية جيدة ولكن لا تعالج المشكلة. هذه القيمة قيمة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قيمة الأخوة، قيمة تعددية، وهذه القيم المذكورة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. يجب علينا أن نعمل لإعادة هذه القيم إلى الحياة، وبعودة هذه القيم إن شاء الله تحل هذه المشاكل. هذا المطلب الأول. هذا المطلب كم يستغرق؟ يمكن 50 عام، يمكن 40 عام، يمكن أكثر، يمكن أقل، ولكن هذا هو الحل الجذري للمشاكل. الأمر الثاني الذي ربما أيضا تشير إليه هذه الآيات، التبشير الإسلامي، وهذه حقيقة نقطة مهمة غالبا غفلنا عنها. طبعا هذه النقطة لا تشمل، أنا أوضح أولا، لا تشمل المعاندين. هذه النقطة لا تشمل الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه النقطة لا تشمل الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه النقطة لا تشمل الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الحديث في هذه النقطة ما يتناول هؤلاء إطلاقا، ولكن مو كل الناس هالشكل.
التجربة التاريخية وهي أكبر برهان أثبتت أن الجميع مو هالشكل. لا، أكو أفراد معاندين وأكو أفراد غير معاندين. ليش هذه الحركة حركة التبشير ويبشر المؤمنين؟ هذه الحركة غفلنا عنها. هذه الحركة مؤثرة. أنا أذكر لكم بعض النماذج التاريخية لتأثير هذه الحركة، لأن هذا المطلب مو مطروح، هذا المطلب ربما يبدو بعيد، طرح هذا المطلب ربما يكون مدعاة للتعجب. لا، ماكو تعجب. التجارب التاريخية المتعددة أثبتت أنه مؤثر، ونحن بإمكاننا. واحد لا يقول مو بإمكاننا، حتى الأطفال الآن في هذا اليوم يمكن أن يكون لهم دور. الأطفال اللي عمرهم 10 أعوام و 12 عام. التجربة الأولى، أنا أذكر لكم بعض التجارب. التجربة الأولى، التجربة التي حصلت في عهد رسول الله النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية يذكرها المحدث الكليني رحمة الله عليه في الكافي. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الباب، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام، في هذا الباب ينقل هذه الرواية عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، إن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولى به من بعدي. هذه الولاية، ولاية النبي صلى الله عليه وآله وولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليهم وآلهم. فقيل: ما معنى ذلك؟ الولاية يعني شنو؟ الولاية ذات طرف واحد؟ لا، الولاية ذات طرفين. هنالك حق للوالي على الرعية، هذا طرف، وحق للرعية على الوالي، هذا الطرف الثاني. فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله: من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. هذا القانون بشقيه يدونه في أي بلد من بلاد العالم. من ترك مالا، هذا الشق في بعض البلاد موجود، في بعض البلاد مو موجود. إذا واحد ترك الملايين، الدولة لا حق لها في دينار واحد من هذه الملايين، هذه الأموال كلها تكون لوراثه. هذا الشق في بعض البلاد مطبق، في بعض البلاد مو مطبق، حتى في البلاد العظمى مو مطبق. الكلام في الشق الأول: ومن ترك دينا أو ضياعا فعليه. ما أظن أكو بلد في بلاد العالم أكو في هذا القانون.
أي واحد مات مديون، النبي صلى الله عليه وآله يقول فعلي أنا أؤدي دينه. أي واحد مات مديون بأي مقدار كان أنا أؤدي دينه. وإذا ترك ضياعا يعني عائلة فعلي أنا أتكفل عائلته. هذا القانون إذا يطرح، إذا يطبق، ألا يجلب الناس إلى الإسلام؟ النبي عندما قال هذا الشيء الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول وما كان سبب إسلام عامة اليهود، عامة اليهود ظاهرا يعني جميع اليهود، إلا من بعد هذا القول من رسول الله. خوش دين، دين هم بآخرة هم بدنيا، ليش واحد ما يؤمن بهذا الدين؟ أكو عاقل لا يؤمن بهذا الدين إلا إذا يكون معاند؟ هذه التجربة الأولى التي غفلنا عنها إحنا المسلمين، لا فقط في هذه الفئة، هذه الفئة لها عمق بشري، يعني المسيحيون يساندون هذه الفئة. إذا أنتوا نفذتوا في العمق البشري، يعني إذا نصف مليون من اليهود أسلموا، إذا 10 ملايين من المسيحيين أسلموا والأرضية موجودة، هذا يؤثر، هذا يقلب المعادلات. هذه التجربة الأولى. التجربة الثانية تجربة بحر العلوم. إذا تحبون تفصيل القضية راجعوها في رجال بحر العلوم، رجال بحر العلوم مطبوع في المجلد الأول. بحر العلوم له حوار مذكور بكامله، وكاتب هذا الحوار واحد من علمائنا الكبار وهو السيد محمد جواد العاملي، صاحب كتاب مفتاح الكرامة، كاتب هذا الكتاب وذكر فيه الحوار من أوله إلى آخره لأنه كان حاضر قاعد. علماء اليهود جاءوا وبحثوا مع بحر العلوم، كان في العراق في ذلك الوقت كما ذكروا 3000 يهودي، علماؤهم جاءوا وناظروا بحر العلوم. بحر العلوم أولا أقام عليهم الحجة من توراتهم، مو من قرآننا، لا من توراتهم أقام عليهم الحجة. وثانيا وعظهم ونصحهم، كلمات مذكورة، وعظهم، خوفهم من الآخرة، خوفهم من النار، ذكرهم بيوم القيامة. جماعة من هؤلاء اهتدوا، وفي كتاب المواهب السنية، راجعوا هذا الكتاب، يقول الآن من أولاد أولئك الذين أسلموا عندنا جماعة من صلحاء هذا الزمان. أولاد أولئك أصبحوا من الصلحاء. هذه الحركة حركة التبشير، حركة الدعوة إلى الله تعالى. إذا واحد يقوم بها في هذه الفئة وفي غير هذه الفئة، الآن هنالك مجال في الدنيا كبير، أكو هنالك تقبل للإسلام، إذا المؤمنون يهتمون بهذا الشيء. قبل فترة قصيرة، لاحظوا هذا المجال الموجود، قبل فترة قصيرة إحدى المدارس
التي فيها كما نقلوا 20,000 طالب مدرسة مسيحية في دولتهم في بلادهم، دعت، هذا عجيب، دعت أحد رجال الدين لإلقاء محاضرة حول الإسلام، رجل دين في ذلك البلد دعوه إلى إلقاء محاضرة حول الإسلام. يقول هذا الرجل: أنا مرحت إلى تلك المدرسة وألقيت على الطلاب الغربيين محاضرة حول الإسلام وحول الحجاب، مدرسة مختلطة طلاب وطالبات، ألقيت عليهم محاضرة حول الدين وحول الحجاب. يقول: كانوا يستمعون إلي وكأن على رؤوسهم الطير، كلمات ما سامعين، كلمات لطيفة، كلمات جاذبة. يقول بعدين الأساتذة قالوا لي: إلى الآن لم يتفق في تاريخ هذه المدرسة أن أستاذاً ألقى كلمة واستمعوا إليه بهذا الإنصات. يقول بعدين عندما رجعت جاءتني 60 رسالة تشكر أنه أنت عرفتنا على حقائق ما كنا نعرفها. وقبل كم يوم هذا العالم كان هنا، يقول: أنا فتحت صفحتي التي تأتي إليها الرسائل فوجدت دعوة من تلك المدرسة أن أذهب وألقي محاضرة ثانية حول الإسلام. هذا دليل أكو مجال، إذا حقيقة المؤمنون يهتمون لنشر الإسلام. هذا مؤثر جدا. هذان الأمران: الأمر الأول العودة إلى قيم القرآن، الأمر الثاني التبشير الإسلامي. ونشير إلى نقطة ثالثة، وإن كانت هذه النقطة ترتبط بالحلول المقطعية، القضايا المؤثرة آنياً، وهذا الحل هو حل المقاطعة. العلماء راجعوا فتاواهم يفتون بذلك، أن التعامل مع الشركات، مع الأفراد الذين يعتبر التعامل معهم مساعدة للدولة اليهودية، هذا حرام، يعني هذا من المحرمات الشرعية. الآن اليهود في العالم سيطروا على الإعلام، على التجارة، على السياسة. كثير من الشركات الموجودة في البلاد الإسلامية، هذه الشركات تعتبر من أركان الدولة اليهودية. أنتوا حققوا، يعني هذه الدولة اليهودية قائمة ضمن ما قامت عليه على مجموعة من الشركات الضخمة، وهذه الشركات موجودة في بلادنا. عندما واحد يذهب إلى هذه الشركة ويشتري منها ثوباً أو طعاماً، هذا الثمن الذي يدفعه يتحول إلى رصاصة تقتل مسلماً. هذا جائز من الناحية الشرعية. إحدى هذه الشركات اللي الآن موجودة في بلادنا، الآن موجودة ولكنها غير معروفة، تدعم هذه الدولة اليهودية ب1,000,000,000 دولار سنويا. هذه الشركة اللي الآن موجودة في بلادنا،
راجعوا كتاب الإمبراطورية التجارية، كاتب تفصيل هاي الشركة اللي إحنا مع الأسف نذهب ونشتري منها ونتعامل معها. هذا أيضا شيء يجب علينا أن نلتفت إليه. المقاطعة مع هذه الشركات، مع هذه المحلات، وأكو هنالك بديل، الإنسان مو مضطر أن يتعامل مع هذه الشركات. هذا أيضا شيء يجب أن يوضع في الحسبان. هنالك تجارب أخرى أيضا، تجارب السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، له باع طويل في هذا المجال وقضايا مؤثرة، إحدى قضاياه مذكورة في كتاب المرجعية العاملة، راجعوا. إحدى القضايا المذكورة أيضا في التاريخ قضية أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع ذلك الذي شايعه، هذا أيضا مذكور في التاريخ. ونكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين، وأن يعجل لوليه الفرج، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.